أمس أختي جابتني نقصة تبولة الكينوا والشمندر، يا بنات لذيذة، موجودة طبعا في حسابها، أتوقع ما راحت. المهم إنها لذيذة 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 لدرجة بسويها اليوم، بسوي السلطة هذه لأنها حيل 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 لذيذة، وقلت أشارككم إياها. سهلة وسريعة، بس أحتاج إني أسلق الكينوا أول، هو اللي يبي له وقت. طبعا الوصفة مو مصورة من قبل، مباشرة أسويها معاكم، فبناخذ وقت على ما تخلص الكينوا. طيب خليني اقول لكم، طبعا بسوي كميه قليله، يعني ما شاء الله تبارك الله شده، مسويه 3 شدات بقدونس، انا شده واحده يا دوب، يعني ما في انا وامي، ما ادري عن العامله تاكل ولا لا، ما ادري عنها، في مرات شغلات ما تاكلها هي. المهم عندي هنا بقدونس، وعندي نعناع، وعندي بصل اخضر، عندي شمندر بدون سلق مبشور، وعندي رمان، وعندي كينوا الحين بسلقها. وبالنسبه للصوص، زيت زيتون ودبس رمان وليمون ملح وفلفل اسود. هي ما حطت بهار السلطة، الله يهديها، بس احنا بنحط من بهار السلطة حق توليفه لانه يناسب هذه الوصفة. سبق وعطيتكم المقدار حق الكينوا، طبعا الكينوا اللي انا استخدمها الملونة، احب الملونة، بس عادي استخدمي اللي عندك، عندك ابيض بس، عندك الاحمر، عندك الاسود، اللي تبين استخدمي. انا دائما اشتري الملونة لاني احبها، وتقعد الكينوا تقعد فترة طويلة معاك ما يضرها، وكينوا مرة صحية ومرة كويسة ومشبعة يعني. علمتكم من قبل طريقة عمل الكينوا أو المقدار بالضبط، النص كوب كينوا، هذا ربع، النص كوب كينوا له كوبين موية، تحطينهم لحد ما تحسين زي الرز بدت تنشف الموية، تهدين عليها وتغطين وتخلينها تقريبا 6 دقائق، بعد 6 دقائق بتكون جاهزة، بعد ما تغطينها 6 دقائق بتكون جاهزة بإذن الله. الحين بأسلق الكينوا وارجع لكم. زي ما قلت لكم حطيت الكينوا وموية، هذا ربع كوب حطيت له كوب موية. لما يغلي طبعا الكمية بتتضاعف، تشوفونها كذا صارت كمية كبيرة، تشوفين لونها شفاف. الكينوا ما لها ذاك الطعم، بس حلو في السلطات كثير، بالنسبة لي أنا أحبه، في ناس كثير ما تحبه بس أنا أحبه، لا في ناس قليل ما تحبه، في كثير يحبونه، أنا من عشاقه. طيب خلونا نخلص، لما أجي أغطيها بوريكم أو بعلمكم متى تبدون تغطونها. إيش رأيكم على ما الكينوا تستوي أخلط كل المكونات مع بعض؟ هنا البقدونس، البصل الاخضر، طبعا بصلنا صاير اصفر مو اخضر ما ادري ليش، المهم انه طعمه بصل اخضر، النعناع، حبه شمندر بدون سلق، حطها كلها، الشمندر مفيد. تقدرون تبشرونها اصغر بس انا حبيت ابشرها كذا. الرمان بس ماني حاطتها كلها، تقريبا نص هاي الكميه بس. خلينا بجهز الصوص عشان كل شيء جاهز، بكتب لكم المقادير تمام، بكتب لكم ضعف المقدار هذا اللي انا سويته. الملح والفلفل الاسود وبهار السلطة من التوليفة، فيه نعناع وفي اوريجانو وفي سماق، في شغلات مرة حلوة تناسب نكهة التبولة. وانا قلت لكم بروح اتسمكر، بس قلت اخلص التبولة كلها وخلاص اروح اتفرغ حق نفسي شوي قبل تجي امي. العلبة هذه بنات في لها غطاء، أساس يا اما ترجينها او تخلطينها زي ما انا سويت. خلاص صار الصوص جاهز، نستنى بس الكينوا تخلص، قربت خالص، بس هم بستناها تبرد، ما ينفع احطها على الورقيات وهي حارة تذبل زي كذا. العلبة لها غطاء يعني ممكن ترجينها لو انت حابة. شوفوا هنا الكينوا صارت على السطح، الان راح نهدي الحرارة مرة وراح اغطيه. خلصت الكينوا، بس راح انتظرها تبرد تماما، زي ما قلت لكم لو حطيتها الان وهي حاره بتذبل الورقيات، فاستناها تبرد تماما وبرجع لها. عموما بخلص اشغالي كلها وبرجع بعدين احط الكينوا والصوص، خليه يتشرب فيها وبعدين نسوي لها جلسه التصوير. فالان بخلص اشغالي وارجع لكم بعدين تمام. راح اضيف الان الكينوا اللي سويتها كلها واخلط كل هذه المكونات مع بعض، اخلطي عدل مدل. طبعا يعني الرمان انا ما حطيتها كلها، لو حسيت انه يحتاج زياده راح ازيد. الطعم ما احكي لكم راح يكون مره يمي، ما يحتاج ولا شيء، يمي يمي يمي. يلا الان نزينه ونسوي له جلسه تصوير، تقدرون تحطون معاه جوز عين جمل براحتكم.